بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فببالغ الحفاوة والحبور نرحب بالأكارم الحضور فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ في هذا اليوم الجلسة الأولى بمحور الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم، ويرأس الجلسة معالي الشيخ عبد الله ابن محمد الخنين، وهو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وخبير في مجال الفقه والقضاء الشرعي لدى جامعة الدول العربية وقاض سابق في محكمة التمييز بالرياض، ومن مؤلفاته تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية والتحكيم في الشريعة الإسلامية. فندعو معالي الشيخ وأعضاء الجلسة والمقرر للحضور، سائلين الله جل في علاه التوفيق للجميع والنفع والإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل امتن على أمة الإسلام بأن دينها أكمل الأديان، وهو الذي أتم به النعمة ورضيه للمسلمين دينا، كما قال الله جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين عقيدة وشريعة، والشريعة عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات وأحكام أخرى. وقد تميزت شريعة الإسلام بأنها ربانية المصدر، فمصدرها الأصيل الكتاب والسنة، وهي أيضاً شاملة لجميع مناحي الحياة، فما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفراداً وتركيباً، فهي تحكم على أفعال المكلفين، وهي أيضاً كاملة بمصادرها، فإن مصادرها شاملة لجميع ما يحتاجه الإنسان، سواء كان ذلك في الحاضر أو في المستقبل. ولذلك لما اتسعت فتوحات الإسلام وشرقت وغربت، وحدث للمسلمين أنماط من المعاملات وأعراف جديدة، اتسعت اجتهاداتهم لتشمل الحكم على هذه المستجدات. وشريعة الإسلام سامية أيضا، فهي شريعة أخلاقية سمت بالفرد وبالأمة، وحفظت للفرد خصوصيته في مسكنه وغير ذلك من أحواله وتنقلاته، وسمت بأخلاقياتها وبما تفرضه من أحكام. وإنه يكفيك على بالدلالة على سموها، بضدها تتميز الأشياء، فإن بعض أمم الغرب والتي تزعم أنها وصلت من الرقي والحضارة تجدها تفرض الزواج المثلي أو تجيز الزواج المثلي، زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، وهذا يخالف الفطرة المستقيمة. وشريعة الإسلام أيضا ثابتة ومتجددة، فهي ثابتة الأصول، ما كان عليه نص خاص من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان مبنيا على مصارح قارة فإنه ثابت لا يتغير على مر العصور وكر الدهور،
بينما نجد فيها المبادئ والقواعد التي تعالج كل جديد وكل مفيد. وشريعة الإسلام أيضاً مستقلة، فلم تستمد من شريعة سواها، كما يزعم بعض المستشرقين بأن الشريعة الإسلامية استمدت من أو تأثرت بالقوانين الغربية، وهذه فرية. ولذلك نجد بعض المجامع الحقوقية تصدت للرد على هذه الفرية وقررت بأن شريعة الإسلام تشتمل على مبادئ وأحكام ثرية تصلح بأن تكون ذخيرة للأمم جميعها، وهي أيضاً مستقلة لم تؤخذ من أي شريعة سواها. ولا غرو أن تكون هذه الشريعة محل اعتبار بين المسلمين منذ فجر التاريخ، بل كانت كما يحدث ابن تيمية في الجواب الصحيح، بل كان بعض ملوك النصارى يحكمون الشريعة في الدماء والأموال لما وجدوه فيها من العدل والإنصاف، بل كانت هذه الشريعة مصدر إثراء للقوانين الأوروبية في السالف وفي الحاضر. فقد كانت الأمم الأوروبية الغربية أخذت من الفقه الإسلامي الشيء الكثير، بل ولا زال ذلك حتى عصرنا هذا، كما يحدث الشيخ علي حيدر شارح المجلة والمتوفى في عام 1354، فقد كان يبين دور دار الإفتاء التركية ويذكر من مهامها أنها كانت تجيب على بعض المسائل الحقوقية الغامضة التي تردها من الدول الأوروبية. وهذا الحديث قريب جداً، لم يتجاوز 100 عام حتى الآن. والشريعة الإسلامية كما يكون تطبيقها وإلزام الناس بها عن طريق القضاء يكون عن طريق التحكيم، وكما للتقاضي إجراءات وشكليات فللتحكيم إجراءات وشكليات. وهذا المحور من هذا المؤتمر المبارك، المحور الثالث، يتناول الجوانب الشكلية والإجرائية، ويتناول 3 عناصر: أنواع التحكيم واتفاق التحكيم وإجراءات دعوى التحكيم. ويتحدث فيه الأساتذة الدكتور شمس الدين عبداتي والأستاذ شاهر مجاهد الصالحي والأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد دريم. ونبدأ بالعنصر الأول وعنوانه أنواع التحكيم الحر والمؤسسي، الإيجابيات والسلبيات. ويحدثنا فيه الدكتور أو سعادة الدكتور شمس الدين عبداتي، وهو مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومدير غرفة التجارة والصناعة بالنيابة، وقد حصل على درجة الدكتوراه في القانون الإداري وعلى عدد من الشواهد التكوينية في مجال الوساطة والتحكيم. ومن مؤلفاته دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات في التنمية من خلال التوجيهات الملكية السامية، الاتصال الثاني، الاتصال المؤسسات بالمغرب. فليتفضل في حدود الوقت المتاح من قبل لجنة المؤتمر 15 دقيقة. شكراً سيد الرئيس، شكراً للمنظمين، وشكراً للسيد رئيس الجامعة ولمدير الكلية، وشكراً للحضور الكريم. وبداية لا بد أن نذكر الفضل لأهله، وهو سمو الأمير بندر بن سلمان الذي كان مدعماً دائماً للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، والذي أيضاً دائماً كان إلى جانبه وجانبنا في النهوض بالتحكيم العربي في إطار الاتحاد العربي للتحكيم الدولي. فمن هذا المنبر نشكره ونشكر دعوته ونشكر لكم حضوركم وإنصاتكم. بداية، في المغرب لم يكن هناك التحكيم بالمفهوم
الذي نعرفه الآن كان هناك تحكيم بطبيعة الحال في إطار المسطرة المدنية وهو تحكيم داخلي، واليوم له تحكيم دولي وداخلي في إطار قانون المسطرة المدنية ولكنه مفصل بشكل كبير. فطبعا التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي بينهما فرق بسيط، وهو أن التحكيم الحر هو الذي يقوم به أي طرف تم استدعاؤه أو تم طلب منه أن يقوم بتحكيم في موضوع ما سواء كان في مكتبه أو كان على في أي مكان من الأماكن، وطبعا له خصائصه وهي طبيعة الحال بعض المبادئ التي يتمسك بها من يقوم بهذه العملية. فيما يتعلق بالتحكيم المؤسسي وهو الذي يهمنا كمركز بطبيعة الحال، نحن طبعا نحبذ هذا النوع من التحكيم لأنه يتمتع بمجموعة من الضمانات التي لا تتوفر في التحكيم الحر. من هذه الضمانات أنه مؤسسة لها لوائحها ولها قواعدها ولها شروطها ولها أيضا كل الضمانات التي تسمح للمتقاضٍ أو لأطراف النزاع وللمحكم أن ينال كل منهما حقه على المستوى المطلوب من الناحية القانونية ومن الناحية الضمانية. كذلك فيما يتعلق بالتحكيم المؤسسي هناك له قواعد أخلاقية يتمسك بها المحكم ويتمسك بها الأطراف كالسرية وكالأخلاقية وكمجموعة من المميزات التي تميز هذه تفرضها في إطار شروط أن يكون محكما لديه في إطار اللوائح التي يتمسك بها. بطبيعة الحال هذا التحكيم له مبررات، ما هي هذه المبررات في إطار إيجابياته وسلبياته؟ أولا المبرر الأول هو رغبة الأطراف في الحصول على حكم سريع يحسم ويفصل في النزاع القائم بشكل نهائي في وقت أقل مما هو الحال في النظام القضائي الرسمي. كذلك يتميز التحكيم بالطابع السري في فصل المنازعات خلافاً لقضاء الدولة بطبيعة الحال الذي تعد العلانية أحد خصائصه الأساسية، فالتحكيم يحقق للخصوم رغبة الحفاظ على سرية المنازعة ووقائعها صوناً لأسرارهم الخاصة والمهنية. حرية الأطراف في ظل قضاء التحكيم وممارستهم ضمان حق الدفاع بشكل كامل والرغبة في الوصول إلى حل النزاع يضمن استمرار العلاقة بين الأطراف كما جاء في المداخلات التي سبقتنا في الأمس. التميز الإيجابي أيضا للتحكيم بكونه قضاء متخصص، وهذه ميزة لا تتوفر إلا في التحكيم، لأنه في الغالب يكون المحكم أو التحكيم من ذوي الاختصاص في النزاع المطروح. ابتعاد التحكيم وتحرره من القيود والقواعد القانونية المعقدة مع الحفاظ على احترام المبادئ الأساسية للتقاضي كاحترام حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم واحترام مبدأ التوجيه، وهذه أمور تتم مراقبتها من طرف المركز أو من طرف الهيئة سواء كان جمعية. المهم أن التحكيم المؤسسي له هذه الخاصية، خاصية المراقبة، يعني نحن كإدارة لا نتدخل في عملية التحكيم ولا في عملية الأطراف، ولكن فقط نراقب هذه العملية ونشرف على أن يتم تنظيمها بشكل جيد ويحترم كل المعايير سواء والقواعد التي لدى المركز أو قواعد القانونية التي حتى لا يشاب أي حكم من هذه الأحكام بالبطلان أو شيء من هذا القبيل. طبيعة الحال المزايا، طبعا هذه التحكيم له مزايا وله عيوب، ولكن المزايا أكثر من العيوب في اعتقادي. فأول مزية هو أنه سرعة الفصل في النزاع وتوفر الخبرة والتخصص في المحكيم والسرية كما هو بطبيعة الحال معروف. من الإيجابيات أيضا حرية اللجوء إليه، وهذه خاصية لا تتوفر إلا في التحكيم طبعا. ثم حرية اختيار نوع التحكيم، فهذه ميزة أساسية، وبحيث بإمكان الأطراف أن يختاروا المكان والزمان والمدة والأصول وإجراءات التحكيم بشكل حر، وهذا لا يتوفر طبيعة الحال في القضاء. والتحكيم المؤسسي يوفر هذه الإجراءات كلها بشكل سلس وبشكل متاح. اختيار القانون الواجب التطبيق والمحكمين حسب مقدراتهم وتخصصاتهم، بمعنى أنه أي لائحة توجد في أي مركز من هذه المراكز لا بد أن تكون لائحة منتقات ولائحة مبنية على معايير وشروط محددة. مرونة الإجراءات وبساطة الإجراءات، سرية إجراءاته باستثناء أطراف النزاع ومثليهم وإن كانوا هم أيضا ملزمون بهذه السرية. بطبيعة الحال
من هذا طبعا العرض هو طويل ولكن لا نستطيع ان نلم به نظرا للوقت، فساختصر على بعض الملاحظات والخلاصات التي راينا انها يجب ان سواء على مستوى مناقشتها او على مستوى وضعها كاطار في اطار التوصيات. الملاحظه الاولى هو أن مراكز التحكيم تلعب دوراً مهماً في فض المنازعات الناشئة عن التعاقد التجاري، لكن الملاحظ أن فعالية المراكز العربية أو بعضها ظلت محدودة في تسوية النزاعات. تؤكد العديد من الدراسات أن الشركات والمؤسسات العربية تخسر مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الدولارات لإجراء التحكيم حول المنازعات الناشئة عن العقود التجارية للشركات العربية أمام مراكز التحكيم الأجنبية. الملاحظة الثانية هي أن جل مراكز التحكيم العربية تم إنشاؤها بجهود فردية وبعضها ملحق بالورف التجارية وقليل منها له صلة ببعض المنظمات الدولية. الملاحظة الثالثة هي أن خدمة هذه المراكز ما زال الطلب عليها قليلا ومحدودا جدا في البعض ومنعدم في البعض الآخر، وهذا يدعونا إلى استغراب بالمقارنة مع كم المعاملات التجارية التي تقوم بها الدول العربية مجتمعة أو منفردة. الملاحظة الرابعة، ما هي الأسباب التي تجعل الشركاء الأوروبيون والغربيون عموماً لا يثقون في مراكز التحكيم العربية، ولماذا يفضلون اللجوء إلى المراكز الأجنبية دائماً حتى حين إبرام العقود معهم، ولماذا لا يتم اختيار اللجوء إلى مراكز التحكيم العربية؟ فكيف لنا تصحيح هذه الوضعية بين الجانبين العربي والغربي ونحن أمة الوسط وأمة التحكيم والصلح؟ الملاحظة الخامسة، نطرح السؤال المشروع عن من المسؤول عن هذه الوضعية؟ هل الأمر علاقة بضعف الاقتصاد العربي أم بضعف المهارات التفاوضية للطرف العربي وعدم قدرته على الإقناع؟ الملاحظة السادسة، وهي مسألة تقصير الحكومات العربية في دعم التوجه التفاوضي إزاء إبرام العقود مع الشركات الأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى في إسناد الاختصاص إلى المراكز العربية دون المراكز الغربية. الملاحظة السابعة وهو أننا نتساءل أيضاً وسائل الإعلام العربي بكافة أنواعه وأجناسه المكتوب والمسموع والمرئي والرقمي، لماذا لا تفتح أبوابها للتعريف بمؤسسات التحكيم العربية، ولماذا لا تقوم بدورها التحسيسي والتوعوي إزاء الشركات والمقاولات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعريف بمزايا التحكيم وأهمية إدراجه في العقود التي تبرمها أو يبرمونها فيما بينهم وبين غير. الملاحظة الأخيرة وهي ما هو دور القضاء الرسمي في نشر ثقافة التحكيم وفي الاجتهاد في مجالات التحكيم. فهذه هي النقط التي رأينا أنه يعني موضوع نقاش وموضوع أيضا يمكن تصيات الخروج بشيء إيجابي بالنسبة لمراكز التحكيم العربية وبالنسبة لمراكز التحكيم المؤسسي، فهو ينبغي أن يتم دعمه من طرف الحكومات وحتى من بعض القطاع الخاص، بمعنى أنه على مستوى خطوط النقل وعلى مستوى اللوجستيك وعلى مستوى الدعم، بما أنه التحكيم هو رديف أو مساند للمقاولة، وبالتالي يجب أن يكون هناك انفتاح على المقاولة، أن يكون المقاولة منفتحة على التحكيم العربي وتم اللجوء إليه. فلا أريد الإطالة، فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور شمس الدين عبداتي، والشكر ثانيا أيضا على توفير بعض الوقت لنا، فجزاه الله خيرا. أما العنصر الثاني فهو اتفاق التحكيم للأستاذ شاهر مجاهد سالم الصالحي. والأستاذ الصالحي يعمل مستشاراً قانونياً لوزير العدل اليمني، ومستشاراً للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم، ومحكماً معتمداً بالمركز اليمني للتوفيق والتحكيم، ومحكماً معتمداً لدى الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، وقد حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة كييف أوكرانيا عام 1990، وله العديد من الأبحاث العلمية منها التسوية للمنازعات في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرص ومزايا الاستثمار في الجمهورية اليمنية، فليتفضل بإلقاء بحثه. تفضل. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أو التوجه بالشكر الجزيل لسمو الأمير الدكتور
الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، والشكر أيضا موصول لجامعة أم القرى، وذلك على دعوتهم لي للمشاركة في أشغال هذا الملتقى الهام الذي ينظم في هذه الجامعة العريقة. التعريف المبسط والمباشر للتحكيم يعرف بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر على تفويض هيئة تحكيم مكونة من شخص أو أكثر للفصل في نزاع بينهم بحكم ملزم. بذلك يكون التعريف وفقاً لهذا بذلك يكون التحكيم وفقاً لهذا التعريف المبسط في مرحلته الأولى اتفاق، وفي مرحلته الثانية إجراء، وفي مرحلته الثالثة قضاء ملزم. هذا التعريف يجعلنا من الوهلة الأولى نلحظ أن اتفاق التحكيم هو حجر الزاوية للعملية التحكيمية برمتها، وهو الأساس الذي يظهر توافق إرادة الخصوم في اللجوء إلى التحكيم لحل منازعاتهم، ويضفي عليه أيضا الصفة والمدى، وهو الأساس الذي ارتكز عليه هيئات التحكيم في قضائها. المبدأ المستقر عليه هو أنه لا يعرض أي نزاع على التحكيم إلا باتفاق أطراف الخصومة اتفاقا واضحا لا لبس فيه على الفصل في النزاع عن طريق التحكيم دون القضاء، وأن اتفاق التحكيم يعتبر مصدر سلطة هيئة التحكيم، وهو الذي يحدد موضوع التحكيم ونطاقه والمسائل المرتبطة فيه بشكل عام. نصت المادة الأولى الفقرة الأولى من المادة الأولى لنظام التحكيم السعودي الجديد على أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. هذا التعريف أيضا يتطابق مع قانون التحكيم المصري، وهو يكرس المبدأ العام المتمثل في حرية الأطراف في الاتفاق على حل منازعتهم الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل عن طريق التحكيم بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية. واتفاق التحكيم وفقا لذلك الذي يأتي في صورة شرط تحكيم ضمن عقد أو على شكل مشارطة التحكيم لاحقة التي تأتي بعد نشوء النزاع، فإنه يجعل من التحكيم أمرا مؤكدا متى ظل أطرافه متمسكين به. كذلك بمقتضى اتفاق التحكيم ينزل الخصوم عن اللجوء إلى القضاء ويتجهون إلى التحكيم للفصل في النزاعات التي نشأت أو يمكن تنشأ بينهم بحكم ملزم. صور اتفاق التحكيم، هناك ثلاثة صور لاتفاق معروفة لاتفاق التحكيم. الصورة الأولى وهي شرط التحكيم، والثانية مشارطة التحكيم، والثالثة الإحالة إلى عقد أو إلى وثيقة أخرى. شرط التحكيم في الغالب يرد على شكل بند في الاتفاق الأساسي بين الأطراف، وهناك حالات أن يكون في بشكل مستقل. من ضمن هذه الحالات أذكر على سبيل المثال قانون شركات التأمين عندنا في الجمهورية اليمنية، فيه نص يتضمن أنه إذا أراد الأطراف سواء شركات التأمين فيما بينها أو مع الغير وفقا لهذا القانون، إذا أرادوا أن
تحل منازعتهم عن طريق التحكيم، فإنه يتوجب أن يكون شرط التحكيم في بند مستقل ويكون مرفقا للعقد الأصلي. وفقا لهذه الحالة فإن شرط التحكيم المرتبط بمنازعات تأمين لا بد وأن يكون في عقد مستقل أو في بند مستقل ومرفق، يكون مرفق للعقد الأصلي الموقع بين الطرفين. هذه إحدى الحالات التي تأتي بشكل مستقل في شرط، التي يأتي فيه شرط التحكيم بشكل مستقل. قانون التحكيم النموذجي نص في المادة 1 الفقرة 7 على أنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل. كذلك القانون المصري في المادة 10 نصت على أنه يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في الدعوة في بيان الدعوة. ورد تقريباً نفس النص في القانون الأردني، كذلك نفس الحكم وإن كانت بعض الاختلافات البسيطة ورد في نظام التحكيم السعودي. نصوص القوانين التحكيم سواء المصري أو الأردني أو السعودي وكذا القانون النموذجي أجمعت على أن شرط التحكيم الذي يسبق النزاع يمكن أن يكون على شكل بند في عقد معين أو على شكل اتفاق مستقل ويكون عادة قبل نشوء النزاع. فيما يتصل بمشاضرة التحكيم قد يرد الاتفاق على التحكيم في وثيقة مستقلة بعد قيام النزاع، ويمكن إبرام هذه الاتفاقية بعد نشوء النزاع، وتسمى هذه الوثيقة مشاضرة التحكيم. أيضا عالجت المسألة هذه القوانين العربية سواء القانون المصري أو القانون الأردني أو نظام التحكيم السعودي، كلها أوردت هذه المسألة على اعتبار أنه حالة من حالات التحكيم هي مشاركة التحكيم التي تتم بعد نشوء النزاع، أي حين يكون النزاع صار أمرا واقعا. طبعا لابد من الإشارة إلى أن مشاركة التحكيم تختلف هنا بدرجة أساسية، أنه لابد من ورود تفاصيل مهمة في المشاركة خاصة عندما يكون التحكيم حر غير مؤسسي. من ضمن النقاط يعني اللي يمكن أن تضمنها مشاركة التحكيم هو موضوع النزاع أو نقاط النزاع بشكل عام، المراد حسمه عن طريق التحكيم، أسماء المحكمين، صفاتهم، الشروط المطلوبة منهم في بعض الحالات، طريقة تعيين المحكمين، طريقة تشكيل الهيئة بشكل عام سواء كانت من 3 أشخاص أو أقل، مكان ولغة التحكيم ومدة التحكيم، أتعاب التحكيم أحيانا لابد أن تتطرق لها الاتفاقية، والقانون الواجب التطبيق. هناك طبعا الفارق بين شرط التحكيم ومشاركة التحكيم، يتغير الحال طبعا بين شرط التحكيم الذي يكون قوامه تعهد الطرفين على طرح النزاع المحتمل وقوعه بينهما في المستقبل على التحكيم، في حين ان مشاركة التحكيم تنشأ عن نزاع بين الطرفين حيث صار هذا النزاع امرا واقعا ومؤكدا. قالت في هذه المسألة تقول الدائرة التجارية بمحكمة استئناف مسقط أن المجمع عليه فقها تغليب مشاركة التحكيم على شرط التحكيم باعتبار الأخير بحكم ارتباطه بمرحلة سابقة على نشوء النزاع قوامه الاتفاق على طرح النزاعات المحتمل وقوعها في المستقبل على التحكيم، بحيث لا يعدو أن يكون وعدا بالتحكيم فيما يكون متوقعا نشوءه من نزاع بين الطرفين، بينما المشارطة تنشأ عن نزاع مكتمل وموجود بالفعل ويتم من ثم تحديد موضوعه في مشارطة التحكيم. الصورة الثالثة لاتفاق التحكيم هي الإحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم. قد يرد الاتفاق على التحكيم على شرط إحالة على شكل إحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم. هذه الصورة معترف بها وواردة في قوانين التحكيم التي استعرضناها وكذا في القانون النموذجي للتحكيم،
لكن هذه القوانين جميعها تشترط أن هذه الصورة لابد أن تكون الإحالة واضحة باعتبار هذا الشرط جزءاً لا يتجزأ من العقد. فيما يتصل بشروط صحة اتفاق التحكيم، نعلم أن اتفاق التحكيم يعد تعبيراً عن إرادة الطرفين تراضيا على اختيار طريق التحكيم ووسيلة لحل منازعاتهما التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في المستقبل. لذلك يتطلب الأمر أن تتوافر مجموعة من الشروط، نشير منها إلى مسألة الرضا والأهلية، السبب، قابلية النزاع للتحكيم، وشرط الكتابة. فالتراضي طبعا أول الشروط التي تجعل اتفاق التحكيم صحيحا يتمثل في توافر التراضي الصحيح لطرفيه بموجب قانون الإرادة الذي اتفق عليه الطرفان. والرضا بالتحكيم مهمة مهما كانت صورته، يكون له أثر نسبي على اعتبار أن اتفاق على التحكيم هو عقد مثل سائر العقود ولا يلزم إلا أطرافه. فيما يتصل بالأهلية، أكدت قوانين التحكيم العربية في كل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية على ضرورة توافر الأهلية كشرط صحيح لاتفاق التحكيم، حيث نصت المادة 11 من قانون التحكيم المصري إلى أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه. كذلك المادة 11 البند 1 من نظام التحكيم السعودي نصت على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، سواء كان شخصا طبيعيا أو من يمثله أم شخصا اعتباريا، ونفس الحال بالنسبة لقانون التحكيم الأردني. يفهم من ذلك أن الأهلية الكاملة للتصرف تعد شرطا من الشروط اللازمة لصحة اتفاق التحكيم في هذه القوانين، إذ لا بد أن يكون الأطراف في الاتفاق متمتعين بكامل الأهلية المدنية وفقا للقانون الذي يحكم الأهلية. ليس هذا فحسب، ولكن هناك أي مخالفة لهذا الاشتراط يجعل حكم التحكيم باطلا. وقد نصت قوانين التحكيم في كل من مصر والسعودية والأردن على أن مخالفة هذا الأمر يعرض حكم التحكيم إلى الإبطال، حيث نصت المادة 53 من قانون التحكيم المصري على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية: إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفق القانون الذي يحكم أهليته. كذلك ورد نفس النص في القانون الأردني وأيضا في نظام التحكيم السعودي الجديد، وهو نفس النص أيضا وارد في القانون النموذجي للتحكيم. في مسألة السبب، لكي يكون اتفاق التحكيم صحيحا وغير عرضة للإبطال، فإنه يتوجب أن يكون سببه مشروعا، ويكون السبب غير مشروع لاتفاق التحكيم إذا انطوى هذا الاتفاق على حالة من حالة الغش تجاه القانون. على ذكر هذه المسألة، على ذكر موضوع الغش، سأعرض على حضراتكم بإيجاز قضية عملية صارت في مصر، وهي من وجهة نظري مهمة، لذلك سأتطرق لها وبشكل موجز جدا، وذلك على النحو التالي: في 14/9/2009 أقامت النيابة العامة دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة طعنا في حكم تحكيم صدر في 20/5/2004. الدعوى أقيمت عام 2009 لكن الحكم صدر كعام 2004، على سند من القول أن المدعى عليهما الأول والثاني أطراف التحكيم اصطنعا فيما بينهما خصومة حول قطعة أرض تزيد مساحتها على 16 فدانا. حرر الطرفان مشاركة تحكيم لعرض نزاعهما على محكم، صدر حكم المحكم وقضى بصحة ونفاذ عقد بيع عرفي وتثبيت ملكية الأرض لأحد أطراف التحكيم. حاضر، سأوجز، شكرا. تم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حينها. في دعوها قالت النيابة أن ذلك التحكيم انطوى على غش ومخالفة جلية لقواعد متعلقة بالنظام العام في شأن نقل الملكية العقارية وتلك المتصلة بالشهر العقاري. محكمة استئناف القاهرة الدائرة التجارية السابعة قضت بانعدام حكم التحكيم واعتباره كأن لم يكن، ومحو وشطب إجراءات إيداعه وما يكون قد اتخذ بشأنه من إجراءات. من بين ما جاء في
حيثية حكم المحكمة أن وظيفة النيابة تنطوي على مسؤولية حماية النظام الاجتماعي والقانوني متى أخل به على نحو صارخ، وأن القانون لم يضع لدعوى النيابة في هذا الشأن ميعاداً، ومن ثم فإن الطعن الماثل ليس محكوماً بميعاد. وقالت المحكمة إن حكم إن كان البائع على الاتفاق على غير مشروع أضحى الاتفاق باطلاً، وأن الحكم الطعين رغم وجوده المادي يضحى بحسبانه غشاً باطلاً مطلقاً. والسؤال هو: هل جميع المنازعات في المتصلة بالأراضي في مصر تعتبر من النظام العام؟ يعني مثال، أنا أتمنى أنه الدكتور محمد عبد الرؤوف أو الإخوة أحد الإخوة من مصر رونا في المسألة هذه، لأن نعطي مقارنة. مثلا في اليمن عندنا مثلا يعتبر منازعة الأراضي منازعات مدنية، في هناك والأراضي مقسمة إلى وقف وأراضي دولة وأراضي مواطنين. أراضي الوقف طبعا لا يجوز فيها الصلح ولا يجوز فيها التحكيم، هذا مثلا كما هو صار عندنا، لكن مع ذلك فإن المسألة جائزة. عفوا بس تعطينا دقيقة إذا تكرمت سيادة الرئيس. فيما يتعلق في استقلالية شرط التحكيم، أنا سأعرض قضية أيضا في موضوع بدقيقة واحدة. استقلالية شرط التحكيم نصت المادة 23 من قانون التحكيم المصري أنه يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسقه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا شرط صحيحا في ذاته. تقريبا نفس الحكم وارد أيضا في قانون التحكيم الأردني وفي نظام التحكيم السعودي، والتطبيقات قضائية كثيرة أيضا في هذا الاتجاه. لكن في هناك ما أود الإشارة إليه في هذا الجانب هو اجتهاد قضائي الحقيقة صار في عمان مخالف لهذا الطرح، وهو يتلخص على النحو التالي. رفعت قضية أمام المحكمة التجارية الابتدائية في مسقط، وحول قضية كان فيها اتفاق، الاتفاق تتضمن شرط التحكيم، الاتفاقية انتهت، ولكن شرط التحكيم طرح على أنه لا يزال ممتداً ولا يزال قائماً وفقاً للنص القانوني أيضاً الموجود في قانون التحكيم العماني. عموماً ملخص هذه القضية هو أن المحكمة التجارية الابتدائية مسقط قبلت دفع بوجود شرط التحكيم رغم انتهاء الاتفاقية التي تضمنت شرط التحكيم، وقالت في حيثياتها أن البند التحكيمي يخلو من أي قيد زمني لإعمال الاتفاق على التحكيم، وأن التحكيم إذا ما نص عليه يبقى أثره نافذا أثناء فترة سريان الاتفاقية أو بعد انتهائها. استندت في حكمها ذلك إلى المادة 23 من قانون التحكيم العماني التي تنص على أنه يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. محكمة الاستئناف في مسقط أبطلت حكم المحكمة الإبدائية، ومما قالته في حيثيتها بأن بانتهاء الاتفاقية تنتهي كافة الآثار القانونية الناتجة عنها، إذ لا يمكن أن يفهم أن شرط التحكيم وجد لحكم العلاقة بين الطرفين إلى الأبد. المحكمة العليا في مسقط أيدت حكم محكمة الاستئناف قائلة: إنما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أساس متين، علل قضاؤه تعليلا صائغا واقعا وقانونا مستوفيا البيان ومستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق، فكان ما تقدم بمنأى عن شائبة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال. انتهى الاقتباس. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، وإن كنت قد تجاوزت الوقت نشكر الأستاذ شاهر الصالحي على ما قدمه من ورقته. وأما العنصر الثالث فهو إجراءات دعوى التحكيم، يقدمه الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج. الدكتور يعمل مستشارا قانونيا بوزارة العدل بالسودان، ووكيلا لنيابة الأموال العامة، وعضوا بلجنة مراجعة قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 ميلادي، ومحكما معتمدا لدى أكثر من مركز تحكيم داخلي ودولي. قد حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون، وعمل أستاذا متعاونا بعدد من الجامعات السودانية، وهو الآن يعمل المدير العام للمركز السوداني للتوفيق والتحكيم،
ومن مؤلفاته التحكيم الداخلي والدولي، الثاني التحكيم في القانون السوداني، فليتفضل بإلقاء ورقته ونؤكد بالالتزام بالزمن المحدد. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لضيق الزمن أدخل في الموضوع مباشرة. موضوع إجراءات التحكيم هو أساس عملية التحكيم، وبالتالي هذا الموضوع يحتاج لوقت يعني طويل، لكن أنا يعني أختصر هذا الموضوع في مشاكل عملية. وبدءاً هنالك ثلاث أشياء أريد أن أجعلها كمدخل لهذا الموضوع. أن التحكيم لغة عالمية، international language، نسبة لأن حوالي 90% من قواعد التحكيم في العالم قواعد موحدة، وبالتالي ليس هنالك صعوبة لمحكم في السعودية أن يكون محكما في السودان، في أمريكا، في روسيا، إلا إذا حالت بينه وبين التحكيم أو إجراءات التحكيم مسألة اللغة أو القانون الواجب التطبيق إذا كانت هنالك مسائل فنية. أيضا إجراءات التحكيم تمثل البوتقة التي يجتمع فيها القانونيون وغير القانونيون، يعني أي شخص هو غير قانوني يمكن أن يكون رئيسا لهيئة التحكيم أو عضو بهيئة التحكيم، لكن من الضرورة بمكان أن يكون عنده إلمام تام بإجراءات التحكيم. فإجراءات التحكيم هي البوتقة التي يجتمع فيها أصحاب المهن كافة. أيضا التحكيم له جوانب متعددة، يمكن أن يكون العقد داخلي في السعودية بين أطراف سعوديين، والمحكمين يكونون من دول مختلفة، ومكان التحكيم يمكن أن يكون في دولة غير السعودية، والقانون الواجب التطبيق القانون الإجرائي أيضا يمكن أن يكون قانون غير سعودي، لأنه في التحكيم تعلمون أن الطرفي العقد أو طرفي النزاع يمكن أن يضعوا قواعد إجرائية خاصة بهم أو الاعتماد على قواعد أخرى، وقد يتم الاتفاق أيضا على قانون موضوعي غير قانون البلد. فالتحكيم له جوانب متعددة. إجراءات التحكيم تعلمون جيدا أنها هي الخطوات العملية التي تبدأ بها التحكيم من تاريخ الإخطار بالتحاكم، من تاريخ إخطار الطرف الداعي للتحكيم زي إنيشيتر أو المبادر بالتحكيم إلى حين صدور حكم التحكيم، كل هذه هي متعلقة بإجراءات التحكيم. وإجراءات التحكيم هي أساس عملية التحكيم. نعم اتفاق التحكيم، لا تحكيم بدون اتفاق، نعم لا تحكيم بدون تعيين المحكمين، وأيضا لا تحكيم بدون إجراءات، لا نتصور حكم للتحكيم بدون إجراءات التحكيم. فيما يتعلق بالتحكيم، إجراءات التحكيم تختلف عن حالة التحكيم الحر ad hoc arbitration عن التحكيم المؤسسي institutional arbitration. في حالة التحكيم الحر هنالك مشاكل في بدء إجراءات التحكيم، أنتم تعلمون ذلك. يقوم الطرف الداعي للتحكيم بإختار الطرف الآخر للبدء في إجراءات التحكيم وتعيين محكم من جانبه، يرفض أو يتماطل أو يتلكى، وهذا كثير جدا هو وقع عقد في شرط تحكيم لكن للبدء في إجراءات التحكيم يقول يعني لا داعي للتحكيم أو يرفض أو كذا، كل ذلك طبعا لأنه المدعى عليه أو المحتكم ضده يريد كسب الوقت بأي شكل من الأشكال، قد يكون عن جهل قد يكون عن عمد. أما بدء التحكيم إذا كان الـ dispute parties أو طرفين النزاع اتفقوا على التحكيم المؤسسي، فنجد يعني أن هنالك من اليسر من السهولة البدء في إجراءات التحكيم بكتابة مذكرة للمركز المعني لسير في إجراءات التحكيم. المركز يخاطب الطرف الآخر للحضور أمام المركز لسير في الإجراءات، إذا رفض المركز يستمر في الإجراءات
ويتم تكوين هيئة التحكيم ونظر الحكم في غيابه. شأن مركز التحكيم شأن المحكمة المختصة. هذا فيما يتعلق ببدء إجراءات التحكيم. أما فيما يتعلق بإجراءات التحكيم تبدأ بتعيين المحكمين. وتعيين المحكمين أيضا هنالك مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالأدهوك أربيتريشن. هذا دعا الطرف الآخر لتسمية محكم من جانبه وخاطبه سواء كان عبر التلفون أو عبر مذكرة أو رسالة. ذلك الطرف يتجاهل هذا الأمر، يلجأ هذا الشخص الداعي للتحكيم إلى المحكمة المختصة لإجبار ذلك الطرف بالتحكيم. بعض المحاكم أيضا تأخذ وقت طويل لكي تستجيب. بعض المحاكم تبدأ في نظر النزاع من ناحية موضوعية. إذا خاطبت المحكمة الطرف الآخر للحضور لتسمية محكم يبدي بعض الاعتراضات. المحكمة أحيانا تحاول أن تسمع وجهة هذه الاعتراضات على الرغم من أن المحكمة ليست لها سلطة غير إجبار الطرف. إذا كان هنالك أي دفوع موضوعية تقدم أمام هيئة التحكيم وليس أمام هذه المحكمة. أيضا لو الأطراف اتفقوا منذ البداية على تعيين سلطة التعيين appointing authority، في حالة لجوء إلى سلطة التعيين أحيانا أيضا سلطة التعيين تتماطل أو ترفض لتسمية المحكم. هنالك شواهد كثيرة. هذه المسائل التي أذكرها ليس في جمهورية السودان فحسب بل في كثير من الدول. هذا فيما يتعلق بتعيين المحكمين في الأدهوك أربيتريشن مشكلة كبيرة تأخذ زمن طويل جدا جدا من الإجراءات لكي يتم تشكيل هيئة التحكيم. في التحكيم المؤسسي هنالك يسر في تعيين المحكمين نسبة لأن للمركز قائمة معتمدة. الأطراف يقومون باختيار المحكمين من القائمة. إذا رفض المدعى عليه أو المحتكم ضد اللجوء للتحكيم يقوم المركز بتسمية هذا المحكم. إذن ليست هنالك صعوبة في تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين في حالة التحكيم المؤسسي. فيما يتعلق بتعيين المحكمين عندنا مشكلة كبيرة تعرفون جيدا متعلق بحيادة المحكم، العلاقة بين المحكم والمحكم. This is the core issue. هذه هي بيت القصيد الطامة الكبرى. إذا كان هنالك أشخاص يقولون أن التحكيم يعني وسيلة غير فاعلة، وسيلة غير آمنة، وسيلة قد نصدق. هذا الأمر يعود إلى تسمية المحكم، والمحكم هو أساس عملية التحكيم. معظم الآيات القرآنية اللي تناولت موضوع التحكيم هو في شخص هذا المحكم. فإذا كان هذا المحكم هو محكم ناجح يعرف إجراءات التحكيم نضمن تحكيم سليم. إذا سلم المحكم سلمت إجراءات التحكيم، وبالتالي نتوقع حكم يعني حكم سليم. نحن لا نقول حكم عادل بل حكم سليم. المحكم الذي يدير التحكيم بمهنية عالية. ومن المسائل المهمة إتاحة الفرصة للطرفين بعدالة. فموضوع المحكم هو أساس كل شيء. وأنتم تعرفون أيضا أن هنالك محكمين يأتون إلى التحكيم من أجل الكسب ومن أجل المال. نحن نقول إذا تم اختيارك كمحكم أرجو أن توافق على هذه المهمة على استحياء. لكن هنالك من يبحث ويمكن أن يدفع مبلغ من المال. هذا الشخص إذا جاء للتحكيم سيسيب التحكيم معروف. وأحيانا بعض أطراف النزاع يعينون أشخاص في التحكيم للإساءة للتحكيم. عندنا واحد تم تعيينه هو غير سليم العقل، تم اختاره غير هذا المحكم أو كذا كذا، قال لا هذا هو المحكم الذي أنا اخترته. هنالك بعض المحكمين أصلا يأتي أمام المحكمة كمحامي، هدفه الأساسي عرقلة الإجراءات. إذا تم تعيينه في التحكيم أيضا يكون هدفه عرقلة الإجراءات لإرضاء الطرف الذي قام بتعيينه. فنتوقع كل شيء من المحكمين. وبالتالي نحن نقول بأننا إذا
الآن في السودان عندنا حوالي 70% من العقود على نطاق ولاية الخرطوم فيها arbitration clause، شرط التحكيم. هنالك تسارع في اللجوء إلى التحكيم، لكن هذا التسارع وأيضا في دول كثيرة هذا التسارع يجب أن يقابله رفع قدرات المحكمين ونشر ثقافة التحكيم. صدقوني أيها الإخوة، إذا لم نقم برفع ثقافة التحكيم ورفع قدرات التحكيم سيكون يعني مردود التحكيم مردود سلبي. نعم، عدد من الأشخاص بدأوا يلجوا إلى التحكيم، لكن الوقائع مؤلمة في كثير من الحالات، في كثير من التحكيمات التي يعني نحن نعرفها. ولذلك نحن نقول في التحكيم الحر نبحث عن ضمانات في التحكيم الحر. هل من الضمانات أداء المحكم اليمين؟ هل آن الأوان أن نقوم بتعديل القوانين والنص على أن يؤدي المحكم القسم أو اليمين؟ نحن في المركز السوداني للتوفيق والتحكيم عندنا بند متعلق بأداء المحكم اليمين قبل مباشرته للإجراءات إلا إذا أعفاه طرفي النزاع. وهنالك مركز التحكيم والإنصاف في تونس أيضا هنالك نص على أن يؤدي المحكم اليمين أو القسم. هذه من الضمانات. لم أجد في مراكز في قوانين الدول الأخرى أن يؤدي المحكم اليمين. هل أيضا من ضمانات التحكيم نلجأ إلى التحكيم المؤسسي؟ لأن التحكيم المؤسسي فيه ضمانة الحياد وكذا كذا ومحكمين مؤهلين وكذا. هذه الأسئلة مهمة أن يتم الوقوف عندها كثيرا. هل أيضا من ضمانات التحكيم أن يتم الاتفاق على مرحلة استئنافية حتى ولو درجة واحدة؟ لأنه عدد من الناس يقول لماذا التحكيم حكم التحكيم نهائي؟ طريق واحد لإلغاء حكم التحكيم هو الطعن بالبطلان، وفي مسائل شكلية ونادر أن تقوم المحاكم بشط الدعوة أو إلغاء حكم التحكيم، لأن بعض المحكمين يباشرون إجراءات كإجراءات سليمة. المحكمة تطلع وتجد أن الإجراءات فعلا سليمة، لكن بكل أسف القاضي يجد أن هنالك تحاملا واضحا وعدم حياد وعدم نزاهة وعدم استقلالية، لكن القاضي يقول لا سبيل لي للتدخل، أنا القانون حكمني في مسائل إجرائية معينة فيما يتعلق بإلغاء حكم التحكيم. هنالك مسائل مريرة، حتى لو تم استدعاء أي شخص عادي، ما رأيك في هذا الحكم؟ يقول والله هيئة التحكيم جائرة أو ظالمة، لكن لا سبيل للتدخل. هل الآن الأوان أن يتم عمل مرحلة استئنافية واحدة لإلغاء حكم التحكيم؟ هل الآن الأوان أن أيضا أن يكون هنالك شروط للمحكمين؟ وأنا أثني على القانون السعودي، قال إذا كان محكم واحد يكون هو يحمل شهادة عليا في العلوم الشرعية أو النظامية، إذا كانوا ثلاثة فيكتفى بالرئيس الهيئة. فهذا قد نضطر في مقبل الأيام في الأدهوك أربيتريشن أو في التحكيم الخاص أن تكون هنالك ضمانات أو شروط للمحكم أو كذا، لكن الواقع العملي مرير بمعنى الكلمة. الشيء الآخر من المسائل المحتاجة أيضا مسؤولية المحكم. المحكم له حصانة، معظم الدول ومعظم القوانين قال المحكم حصانة، ليس هنالك ملاحقة للمحكم، يفعل كما يشاء. محكم في إصدار الحكم رأي بالأغلبية، اثنين وقعوا على الحكم، لكي يوقع على الرأي المخالف dissenting opinion قال لا أكتب، لا أعمل رأي مخالف، من الذي يسألني؟ وذهب ومدة التحكيم انتهى. قام أحد الأطراف للطعن بالبطلان. هل يسأل هذا المحكم؟ محكم تم تكليفه للفصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر عقد جلستين إلى أن انتهت المدة، هل يسأل؟ مسألة مسؤولية أو مساءلة المحكم يا إخوتي يحتاج إلى موضوع كبير، يحتاج إلى تفكير بعمق، وهذا الموضوع يوجد في كثير جدا من الدول، وذلك لأن هذا المحكم أحيانا يأتي وهو يتجاهل إجراءات التحكيم، لا يعرف أن التحكيم عملية قضائية أو عملية شبه قضائية من دولة للدولة. بعض الدول تقول وبعض التشريعات تقول عملية قضائية، بعض الدول عملية شبه قضائية، فهذا المحكم ربما لا يدري ذلك تماما.
والديسبيوت بارتيز أو طرفي النزاع أيضا أحيانا يتجاهلون أن التحكيم هذا قضاء، يعتقدون كأن يعني جلسة من جلسات الصلح أو عمل اللجان العادية. من الوقت نعم، من المسائل المهمة، من المسائل المهمة أيضا بسرعة في دقيقتين، هو موضوع في دقيقة واحدة. طيب إجراءات نظر النزاع هو نعم الزمن انتهى. إجراءات نظر الدعوة، هنالك مسائل كثيرة أيضا متعلقة بمدة الفصل في النزاع، وهذه المدة هي لو قيل أن التحكيم فشل في غالب الأحوال قد يكون هو المدة هي السبب. من المسائل المهمة مسألة المداولة، في المداولة نقول بأن رئيس هيئة التحكيم يجب أن لا يبدي رأيه في الدعوة منذ البداية. إذا هو حسم هذا الموضوع قال أنا الرأي أن المدعي أو المحتكم يستحق كل شيء، فماذا كيف يرجح أحد الرأيين؟ نقول تريس قليلا. في موضوع محضر الدعوة أيضا في مشاكل كثيرة متعلقة بمحضر الدعوة في الأدهوك أربيتريشن. من الذي يقوم بحفظ محضر الدعوة ولأي مدة؟ في التحكيم المؤسسي ما في مشكلة، كل شيء مرتب في المركز وفي المحكمة، لكن في الأدهوك أربيتريشن ثلاثة محكمين ينتمون للدول مختلفة، صدر الحكم وأي شخص رجع إلى دولته. هذا الموضوع موضوع محضر الدعوة أيضا يحتاج في القوانين لمعالجته. وموضوع الطعن بالبطلان أيضا من المسائل اللي محتاجة. موضوع النظام العام، ما هو النظام العام في القانون السعودي؟ مخالفة الشريعة الإسلامية في السودان عندنا، مخالفة الشريعة الإسلامية. شيء أخير، موضوع تفسير أو تصحيح حكم التحكيم. في حالة تقديم طلب لتفسير أو تصحيح حكم التحكيم، إذا تفرق المحكمون بعد إصدار الحكم وهم ثلاثة ينتمون لثلاثة دول، وحدد القانون مدة محددة للفصل في هذا الطلب، والمدعي لم يحصل على رئيس الهيئة أو على عضوين من أعضاء الهيئة، ما الحل؟ كيف يتم التصرف؟ هنالك مشاكل عملية كثيرة. إذا رأينا أن نوحد قواعد التحكيم ومفاهيم التحكيم في العالم، لابد من الوقوف على هذه المشاكل الإجرائية العملية في التحكيم. أنا أكتفي بهذا القدر وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للدكتور إبراهيم. وأما الآن فمع المداخلات والأسئلة، وهي كثيرة، ولذلك نرجو لمن سمح له بالمداخلة أن لا يختصر كحد أقصى إلى دقيقتين فقط. أولى هذه المداخلات من المهندس حمود السالمي، رئيس شركة آد للهندسة. السلام عليكم. نشكر أولاً لجامعة أم القرى هذه المبادرة الكريمة الطيبة. وسؤالي هو ما تطرق إليه آخر متحدث الآن، وأيضا أشير إليه بالأمس، بوجود فجوة بين رجال القضاء ورجال التحكيم، ورئيس الجلسة من أقرب الناس لهذين، فهل من سبيل لتقريب وجهة النظر بين الطرفين؟ وشكرا. هذا سؤال وليس مداخلة. فيما يتعلق برجال تأهير رجال القضاء وتأهير رجال التحكيم، من المفترض أن يكون المحكم صالحاً للقضاء، ولذلك الفقهاء ينصون على أن يكون صالحاً للقضاء، فمهيأ تهيئة عامة بأن يكون صالحاً للقضاء، لأن التحكيم قضاء، وإن كان كما يعبر البعض قضاء أهلي، ولكنه في الحقيقة في النهاية فصل بين متنازعين بحكم بات، ويلزم أن يكون هذا الحكم أيضاً مستمداً من الشريعة الإسلامية. وعلى هذا فلا بد من أن يكون الحكم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً حتى يستطيع أن يفصل بين المتحاكمين في القضية. أما الآن مع مداخلة وتعليق من الأستاذ حسن حماد، نائب رئيس مركز التحكيم الدولي بالقاهرة
من جمهورية مصر. تفضل أستاذ حسن. السلام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتقدم بالشكر والامتنان لسمو الأمير الدكتور بندر ابن سلمان على هذه الدعوة الكريمة، وبلغه التحية والتوفيق الأستاذ سامي عاشور رئيس مركز التحكيم ونقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. أولا أنا بالنسبة لي فأستأذن معاليكم الوقت، بس أخذ دقيقة زيادة لأن في ثلاث مواضيع بتكلم فيهم بسرعة كده على عجالة. أولا بالنسبة للثلاث جلسات اللي احنا أخذناهم الصبح إن شاء الله، كانت الأولى أنواع التحكيم مؤسسه حر، لان في الغالبيه العظمى هنا تقريبا ما اخذوش دورات تحكيم وعندهمش طبعا مع احترامنا الشديد فكره عن التحكيم، ايه هو التحكيم ومؤسسه التحكيم الحر. احنا طبعا نشكر استاذنا الفاضل الدكتور شمس الدين عبد النبي افاض في هذا الشروع، بس انا عايز اقول ان المؤسسي يفترق عن الحر، ان المؤسسي عباره عن له لائحه تنظم المركز التحكيم، يبقى المؤسسي عشان ألجأ للتحكيم المؤسسي يبقى ألجأ لمركز تحكيم زي مركز الفريق التحكيم السعودي مثلا، له لائحة بتنظم كل الإجراءات وكل المسائل. أما التحكيم الحر فإحنا عارفين إن التحكيم ده بيلجأ له في اتفاق التحكيم، سواء عقد بيتكتب فيه اللجوء للتحكيم يبقى ده تحكيم حر، اما في العقد اذا ذكر انه التحكيم اللجوء لمركز فريق التحكيم السعودي يبقى هنا التحكيم مؤسسه. بالنسبه لاتفاق التحكيم في برضه تعليق بسيط على استاذنا الفاضل الدكتور الاستاذ شاهر الصالحي، اتفاق التحكيم شرط التحكيم ومشرطه التحكيم برضه نفس القصه، الشرط بيبقى في العقد نفسه شرط تحكيم بينص عليه يبقى بند من بنود العقد، اما المشرطه فهي بتبقى بعد تحرير العقد، بمعنى انه لو كاتب في العقد اللجوء للمحكمه المختصه يبقى وعايزين اطراف النزاع او اطراف العقد يلجاوا للتحكيم يعملوا حاجه اسمها مشرطه تحكيم يتم اللجوء فيها للتحكيم. طيب العقد ده لو نزل امام المحكمه، المحكمة تقضي بعدم الاختصاص نظرا لوجود شرط التحكيم في العقد، او لو النزاع مطروح امام المحكمة المختصة فالمحكمة ويقدمونها المشرطة بتدي عدم اختصاص لوجود شرط التحكيم. بالنسبة للمحاضرة الثالثة وهي اجراءات التحكيم، انا في خطأ مطبعي يمكن في البروشور مكتوب اجراءات دعوة التحكيم، لا هو الصحيح اجراءات التحكيم. ليه؟ الدعوة تختلف عن الإجراءات نفسها. إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ تقديم الطلب لو التحكيم مؤسسي، وتاريخ الاختيار لو التحكيم حر. أما الدعوة فهي آخر إجراء بعد ما يصدر الحكم، بأنها دعوة بطلان حكم التحكيم اللي هي بنفحها أمام المحكمة المختصة. أما بالنسبة للسؤال اللي سأله أستاذنا الفاضل الأستاذ شاهر او الاستاذ ابراهيم اللي هو بيقول ان في مصر حصلت في دعوة والنيابة تدخلت والمحكمة، انا هستأذن الدكتورنا الفاضل الدكتور عبد الرؤوف عشان انا كنت في هذه القضية، لان بصفة الاستاذ سامي عاشور نقيب المحامين فكان متهم في هذه القضية الاستاذ محامي يعني، فوكلت انا للدفاع عن هذا المحامي. هي المسألة مش مسألة تدخل النيابة العامة في اجراءات التحكيم، عمرنا في قانون التحكيم المصري يمكن قانون تحكيم مستقل وعمرها القضاء ما تدخل في اجراءات التحكيم، ولكن دي كانت حاجه استثنائيه لانه في بعض الاخوه الافاضل بداوا يعملوا عقود عرفيه فيما بينهم في اراضي في سيناء وللاسف كانوا يا دكتور. نعم؟ حتى ثلاث دقائق قد تجاوزت. خلاص يا فندم احنا شاكرين الافضال ونشكركم عن حسن الاستماع. كان في حاجه اخيره بس بالنسبه لشرط المحكم. يكفي يكفي. ماشي يا فندم، شكرا يا فندم. شكرا للدكتور. والآن إذا كان هناك مداخلات في القاعة النسائية، هل هناك مداخلات؟ طيب هنا سؤال بعث به بعض الإخوة يقول ما كتب اسمه، قال من خصائص التحكيم اختيار القانون المحكم، ألا يكون ذلك هروبا من التحاكم إلى الشريعة؟ فنقول أولا
القانون أو الحكم الواجب التطبيق يجب في بلاد الإسلام أن يكون إلى الشريعة الإسلامية، ولا يجوز للمسلم في أي قضية طرفها مسلم أن يقبل أن يكون التحكيم إلى غير الشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك وجب على المسلم، وهذا ليس خياراً له، أن يكون الحكم الواجب التطبيق هو الشريعة الإسلامية. هناك مسألة تثار: ألا يكتفى بألا يخالف الشريعة الإسلامية؟ احنا نقول يجب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية. ما يخالف الشريعة الإسلامية يعني كأنك حطيت شريعة وما يخالف شريعة، لا، الواجب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، هذا فيما يظهر لي هو الوجه الشرعي. بالإضافة إلى ذلك، فهناك حكم من إحدى المحاكم الإنجليزية يمنع أن يكون الحكم الواجب التطبيق إلى القانون البريطاني بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وعللوا ذلك بأن هذا فيه الجمع بين نظامين لا يمكن تلاقيهما، وبالتالي فإن هذا الحكم هو حكم بين البنك الشامل وبين إحدى شركات بنغلاديش للأدوية، واشتهر وهو حكم متداول وقد اطلعت عليه، لا يبيح مثل هذا الشأن، فهذه سابقة في القانون البريطاني لا تسمح بمثل هذا الشرط. وبذلك النصيحة للتجار أيضاً ألا يدخلوا في شرط بهذه المثابة، يعني وبالإضافة إلى أنه لا يجوز شرعاً، وأيضاً خطورة عليهم بإلغاء هذا الشرط وبالتالي أن يطبق عليهم القانون البريطاني. أما المداخلة، بل نعم مداخلة من الأخ عون عبد الله الشريف طالب أنظمة، تفضل عون. شباب الطالب عون، الطالب عون، قلت الشيخ ممكن نستبدلها بالأخوات؟ نعم ممكن نستبدل المداخلة بالأخوات. أضعت الوقت، لا استفدنا لا هنا ولا هنا. خل الأخ هذا يتكلم. أخوات لو سمحتوا. السلام عليكم. السلام. نورة الشريم طالبة قسم الأنظمة. سؤالي للدكتور شمس الدين: كيف تقيمون تجربة مركزكم في مجال التحكيم المؤسسي على المستوى العربي والدولي؟ وما الذي يمكن أن يقدمه مركزكم في مجال التحكيم الإسلامي؟ شكرا. تفضل شمس. شكراً للسائلة كريمة. طبعاً تجربة المركز هي تجربة تتجاوز تقريباً 14 سنة من النساء، ولكن تقريباً حوالي نصف هذه التجربة هو كان في التأسيس، أي في تأهيئ المركز يكون له لوائح وليكون له محكمين وليكون له أيضاً علاقات سواء كانت وطنية أو دولية. هذا الجانب الأول فيما يتعلق بالتقييم.
الجانب الثاني وهو أنه في المغرب لم يكن هناك سابقا قانون للتحكيم، فقد كان هناك يعني جزء من المسطرة المدنية يتحدث عن التحكيم الداخلي، وكان هذا ربما مانعا من اللجوء إلى التحكيم. القانون الجديد للتحكيم أضاف الوساطة الاتفاقية إلى التحكيم، وبالتالي أصبح لدينا التحكيم والوساطة. فهذه التجربة بدأت اللجوء إلى المركز، بدأ اللجوء إلى المركز بشكل أقول أنه يعني قليل، ولكن الآن في السنوات الأخيرة، الثلاث سنوات الأخيرة، بدأ الاهتمام أكبر بحكم النشاط الذي يقوم به المركز فيما يتعلق بالندوات وفيما يتعلق بالتكوين أو التدريب، وبالتالي أعطى هذا الأمر نجاحا معينا للمركز فيما يتعلق باستقطاب بعض القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالوساطة. فالوساطة هي أكبر ملفات التي لدينا، لأنه حتى ثقافة وجود اللجوء إلى هذه الوسائل هي ثقافة ما زالت ناقصة جدا وما زالت قليلة، وخصوصا في الوسط الذي يجب أن تكون فيه، وهو وسط الأعمال والوسائط الاجتماعية. يعني نحن نمارس هذه العملية في المركز سواء كانت اجتماعية فيما يتعلق بنزاعات العمال مع أرباب العمل، أو فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، الجانب المالي فيما يتعلق بعلاقات الأسرية، أو فيما يتعلق بالتحكيم فيما يتعلق بالقضايا الأخرى. فثقافة التحكيم كانت من عدم وجودها بطبيعة الحال، أو اللجوء إلى هذه الوسائل كانت مانعاً للجوء إلى التحكيم بشكل مكثف. لكن بدأنا يعني هناك تساؤلات تطرح علينا، كيف يتم اللجوء إلى المركز، ما هي الوسائل، ما هو المحكم، من يكون من، ما هي مصير هذا الحكم إلى آخره. طبعا في المغرب لدينا شيئين مهمين، وهو أنه الوساطة يمكن تضع عليها الصيغة التنفيذية، وبالتالي هذه كانت عامل مهم جدا للجوء إليها كوسيلة مهمة، يمكن وضع الصيغة التنفيذية عليها وتصبح نافذة. لا توجد لدينا مشكلة تعيين المحكمين، ولكن المركز اتخذ سياسة معينة، وهي أنه ينفتح على القطاع المهني، وهذا القطاع المهني هو المعني بالتحكيم، هو المعني بحل النزاع، وهو الذي يشكل فيه العقود المادة الأكبر. طبيعة الحال لدينا علاقات دولية كما هو في المركز، وهي علاقات تنبني على التعاون مع الاي سي سي ومع مراكز أخرى عربية ودولية، ونتمنى أن يكون هناك اهتمام باللجوء إلى الوسائل البديلة. شكرا للدكتور. هل هناك مداخلة عند القاعة النسائية أو تساؤل؟ سؤالي أيضا للمتحدث الأول بشايرة الشريف، طالبة أنظمة، كيف يمكن أن نلزم المتعاقدين بضرورة اللجوء إلى المحاكم، إلى مراكز تحكيم عربية؟ وباعتقادهم هل يمكن القانون يلعب دور في إلزام الأطراف باللجوء إلى مراكز التحكيم العربية؟ واضح السؤال. شكرا. لا احنا لا يمكن ان تلزم احدا باللجوء الى الوسائل، ولكن الاتفاق هو من يلزمهم، الاتفاق على او شرط التحكيم هو من يلزمهم الى اللجوء الى التحكيم، التحكيم المؤسسي خاصه، او حتى التحكيم الحر اذا كان بينهم اتفاق. طبعا الاتفاق هو من يلزمهم، وليس نحن، وليس المركز او جهه اخرى. فالامر يتعلق باتفاق اصلي، وهي اراده الاطراف اذا اتجهت على انهم يلجؤوا للتحكيم، فهذا هم ملزمون بها باللجوء الى هذا. والمحكمه في المغرب، المحاكم المغربية لا ترد هذه العملية من تلقاء نفسها، ولكن المستفيد بإمكانه أن يطلب التزام بشرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، والمحكمة تقول بعدم القبول. شكراً للدكتور. الآن السؤال الذي توقف عند الأخ عون الشريف، موجود عون؟ سحب. طالب عون الشريف. خلاص نتجاوزه. الدكتور محمد سعد الرحاحلة، جامعة أم القرى، كلية الدراسات القضائية، له مداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. الواقع لي توضيح نقطتين في مداخلة. الأولى تتعلق في اختيار رئيس هيئة التحكيم كشرط من شروط التحكيم. عندنا في النظام التحكيم في المملكة العربية السعودية المادة 14/3 نصت على شرطا إضافيا، وهو يتحدث عن
رئيس هيئة التحكيم، فيشترط في رئيس هيئة التحكيم في نظام التحكيم السعودي أن يكون حاصلاً على الشهادة الشرعية، الشهادة الجامعية في مجال العلوم الشرعية أو في مجال الأنظمة. أما النقطة الثانية والتي تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم في النظام الخاص والمتعلق في نظام التحكيم السعودي الصادر عام 1433، هناك شرط لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الوطنية على أن يكون حكم التحكيم أو القرار أو الحكم الصادر عن هيئة التحكيم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا المبادئ العامة الواردة الموجودة في المملكة العربية السعودية، وشكرا. شكرا. الدكتور محمد الشمري له مداخلة، عضو الفريق السعودي. السلام عليكم. أنا لي مداخلة على محاضرة الدكتور إبراهيم عن التفضيل بين التحكيم الحر والمؤسسي، وأن الناس تفضل التحكيم الحر هو بسبب التكاليف يا دكتور. مراكز التحكيم أحيانا تكون تكاليفها غالية شوي. ولي سؤال للأستاذ شاهر عن اتفاق التحكيم، إذا وجد اتفاق التحكيم ما في مشكلة، لكن إذا كان الطرفين ينتميان لدولتين موقعتان على اتفاقية التحكيم مثل اتفاقية الأكسيد أو اتفاقية منازعة الاستثمار في منظمة التعاون الإسلامي، هل تكفي الاتفاقية هذه تلزمهم بالتحكيم أم لا بد من شرط أو اتفاق تحكيم؟ شكرا. عندك سؤال وعندك تساؤل ولا تعليق؟ ما هو السؤال؟ هذا السؤال للأستاذ شاهر، اتفاقية التحكيم هل تغني عن اتفاق التحكيم إذا كان الطرفين المتنازعين ينتميان لدولتين موقعت منظمتان لاتفاقية التحكيم مثل اتفاقية الأكسيد على سبيل المثال؟ أستاذ شاهر، هل تكفي الاتفاقية لإلزام الطرفين للجوء للتحكيم أم لابد من وجود اتفاق تحكيم؟ شكرا جزيلا. أعتقد أنه اتفاق التحكيم مسألة ضرورية لحل أي نزاع بين طرفين. بعدم وجود هذا الاتفاق لا يمكن إلزام أي طرف باللجوء إلى التحكيم، سواء كانت في هناك اتفاقية دولية أو اتفاقية إقليمية أو اتفاقية ثنائية بين بلد هذا الطرف والطرف الآخر أم لا توجد مثل هذه الاتفاقيات. فالتحكيم أساسه وقوامه هو اتفاق التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة. شكراً. شكراً. وبهذا السؤال نختم هذا المحور، ولا يفوتني أن أشكر جامعة الإمام جامعة أم القرى على تنظيمها لهذا الملتقى ممثلة في مديرها، وكلية الدراسات القضائية ممثلة في عميدها التي اعتنت بهذا الملتقى وأعدت له حتى خرج بهذه الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر والامتنان بعد شكرنا للكريم المنان لمعالي رئيس الجلسة على هذه الإدارة الموفقة ولأصحاب السعادة في تكريم ولأصحاب السعادة الأساتذة الباحثين على هذا الإثراء، ولهم منا عاطر الثناء. والآن جاء التكريم لمعالي رئيس الجلسة ولأصحاب السعادة الباحثين، فندعو تفضلاً المكرمين لتكريم الرئيس والباحثين. فتفضل مشكوراً معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بكري معتوق عساس، وسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم. درع مقدم لرئيس الجلسة معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين. سعادة الدكتور شمس الدين عبداتي. سعادة
سعادة الأستاذ شاهر مجاهد الصالحي. سعادة الأستاذ الدكتور سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد دريج. نشكر سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود على تفضله لتكريم المشاركين، كما نتقدم بجزيل الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس، وجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم.